تعرض الغطاء النباتي خلال 40 سنة الماضية لتدهور وصل بالمرحلة الأخيرة إلى 80% تقريبا. هذا جعل المهتمين بالبيئة يتنادون لعمل يساند الجهات الرسمية في زيادة الغطاء النباتي ومعالجة هذا التدهور. رؤية 2030 تتماشى مع أهداف جمعية آفاق خضراء البيئية، لذلك إحنا إن شاء الله نطمح خلال 5 سنوات القادمة بإذن الله أن تتحول الرياض إلى مدينة خضراء بإذن الله. متفائلين صراحة بالنشء الجديد، حتى لما فتحنا منصة التطوع عندنا في الجمعية أكثر من يسجل في التطوع من 15 سنة فما دون، وهذا شيء صراحة يبعث الأمل في نفوسنا إن شاء الله المستقبل واعد إن شاء الله وجميل. وإحنا في دورنا في شركة نون أن نتعاون معهم، نمكنهم ونساعدهم ونساعد مجتمعنا أنهم يزرعون هذه الشجرات 10,000 شجرة في مناطق مختلفة حول مدينة الرياض، وبرضو راح نوزع بذور في طلبات نون عشان يزرعونها. وإحنا هنا واجبنا في شركة نون أن نقدم كل شيء بيدنا لمساعدة هذا البلد.